أهلا بكم. فيما يشبه العودة إلى الخلف إلى عهود الأمراض الفتاكة والمعدية، أطلقت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إنذارا مبكرا من تنامي الكوليرا وحمى الضنك في اليمن، بعد تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة في مدن ومناطق عدة. بينما خرج وزير الصحة ناصر باعوم متحدثا للإعلام عما يشاع من كوليرا، إذ قال الوزير إن الوضع مطمئن بشأن ما يشاع عن الكوليرا. نتوقف عند هذا الحدث لنناقشه من زاويتين: ما مسؤولية وزارة الصحة والحكومة الشرعية تجاه ما يحيق باليمنيين من أمراض فتاكة ومعدية، وما واقع الخدمات الصحية المتوافرة مقابل حجم المخاطر التي تتهدد حياة السكان في مدن ومناطق البلاد. تتفاقم المخاطر الصامتة التي تهدد حياة اليمنيين بفعل الحرب، فتدق المنظمات الدولية العاملة جرس الإنذار محذرة من كارثة إنسانية يصعب السيطرة عليها، من وباء الكوليرا المتنامي في عدد من مدن ومناطق اليمن إلى الجرب وحمى الضنك إلى الجوع. تحضر الصور بمأساتها كعنوان يومي، فيما يشكل الأداء والفعل الحكومي في الجانب الصحي علامة استفهام كبيرة وسط ما يبدو أنه تصريحات بعيدة عن الواقع. كل هذا يبدو المواطنون معه ضحايا يصارعون موتا معلنا في واقع مضطرب ومكتئب. نتابع الصورة بشكل أقرب في سياق التقرير التالي. يجتهد الناس في تطويق ابتلاءات الحرب المتمادية فيتعثرون، يفعلون ذلك وهم معتقلون داخل تضاريسها الموجعة، حتى أولئك المتفرجون عليها بحياء شديد صاروا جزءا من دورتها الدموية. أخبار الموت بالرصاص أو بسلاح الجوع أو الوباء هو العنوان اليومي الوافد من اليمن. لم يعد العالم يهتز لهذه الأخبار، لا قلقا معتادا حتى ولا دقائق صمت، لا تقوم غير الجنازات. العشرات يموتون يوميا، يذهبون إلى حتفهم قوافل. المنظمات الدولية تحذر من خطورة تفشي وباء الكوليرا، وتتحدث عن أرقام مهولة في كل من عدن ولحج وتعز وصنعاء وغيرها من المدن، بينما يخرج وزير الصحة ناصر باعوم ليتحدث عن ما يشاع من وباء. الوزير الحاضر في الإعلام الغائب عن الواقع بدا ثقيلا متغافلا، أو هكذا يصور للناس، وهو يطمئن الباحثين عن دور وزارته في إنقاذ أرواح المصابين والمرضى قائلا إن الوضع مطمئن بشأن ما يشاع عن الكوليرا، متغاضيا عن صور هؤلاء الذين يصارعون الموت بالوباء نفسه. أكثر من 1000 إصابة معظمها مشتبه بوباء الكوليرا هو إجمالي ما سجلته منظمة الصحة العالمية حتى اليوم، التي دقت جرس الإنذار منبهة إلى احتمال انفلات زمام أرقام الإصابات بالأوبئة إلى عشرات آلاف الحالات. ليس الكوليرا الوباء الوحيد الذي أنجبته الحرب الدائرة منذ الانقلاب على الدولة في سبتمبر 2014، لكن أوبئة كثيرة حلت على اليمنيين واستوطنت أجسادهم وأمعاءهم وكانت سببا في وفاة الكثيرين. سلاح الجوع أيضا لم يبخل عن حصد العشرات في مدن ومناطق الهامش، وخاصة في تهامة الذاوية والمنسية. اختزلت الصور الوافدة الحضيض الإنساني الذي يعيشه اليمنيون، ووثقت لمجاعة لم تعد مجرد تهويل إعلامي، بل صارت واقعا يعيشه أكثر من مليون طفل يمني. وإذا ما طالت الحرب أكثر، لن تتأخر الأمم المتحدة في الإعلان أن جميع اليمنيين هم في حاجة إلى مساعدات لمنع موتهم جوعا. إذن مشاهدينا الكرام، بداية نرحب أو ينضم إلينا الآن مدير عام الرعاية الصحية في عدن الدكتور محمد مصطفى. مساء الخير دكتور. مساء النور، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بك دكتور. يؤكد وزير الصحة بحسب الخبر المنشور في وزارة في وكالة سبأ للأنباء التابعة للشرعية أن الحالات التي ظهرت إنما هي حالات إسهالات حادة فصلية ظهرت في محافظات عدن ولحج وتعز والبيضاء. أنت الآن في عدن، لنقترب من الأرض أكثر، ما الذي يحدث هناك؟ هل هناك حالات كوليرا؟ ما جديد هذه الإحصاءات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الحالات إلى الآن سجلت في 344 حالة، طبعا هذا إلى تاريخ 26/10/2016، 12 منها بالفحص الزراعي موقف، 10 حالات وفاة. هذه العشر حالات حالة واحدة فقط حصلت توفت في المستشفى، وصلت بحالة حرجة جدا، وكان من المهاجرين الأفارقة الذي أتى من خرج.
هذه حالات كوليرا، إصابة بالكوليرا دكتور؟ الحالات المتوفية لم تثبت أنها حالة متوفية ما عدا حالة واحدة من الحالات الموجبة التي هي حالة الأثيوبي، هي موجبة. وبقية الحالات المصابة؟ بقية الحالات المصابة تلقت علاجها وذهبت للمنزل. نعم تمام. يعني أنا بعطيك إحصائية الآن من واقع المستشفيات اليوم. نعم. تقريبا 10 حالات موجودة كانت إلى تاريخ 6، يعني في تاريخ 26 اللي هو أمس، موجودة في مستشفى الجمهورية، معظمها من مديريات مختلفة من محافظة عدن، أتت إلى الجمهورية بإسهال مائي حاد. طبعا في هذه الحالة يتم التعامل بها بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية أنها حالات إسهال مائي حاد مشتبه فيها كوليرا، ويتم علاجها على بروتوكول منظمة الصحة العالمية كلا على حسب حالته. طيب أمس أنا زرت المستشفى وتقريبا من هذه 10 حالات كانت موجودة حالتين فقط التي كانت تتلقى العلاج البريدي، ويعني سرعان ما بتكمل علاجها ويعطوا لها المضاد الحيوي وتروح البيت إذا استقرت الحالة. طيب دكتور، حتى يكون واضح الأمر للسادة المشاهدين، ما الفرق بين الكوليرا وإسهالات الحادة الفصلية؟ الإسهالات الحادة الفصلية هي حالات ممكن تحصل في نتيجة تغيير الفصول نتيجة إصابة الأشخاص بفيروس مش بمكروب الكوليرا اللي هو بكتيريا. تمام. فحالات الكوليرا حالات، ويعني منظمة الصحة العالمية تعريفها للكوليرا هي حصول حالة واحدة تمام في السنة هذه مثلا. تمام. في نفس الوقت من السنة الماضية لم تحدث. فيسمى وباء بالكوليرا أو حصول حالات كوليرا بهذا التعريف. طيب هذا الأمر حدث في السنة الماضية حتى يقال أن هذه الحالات فصلية أو موسمية؟ لا لم يحصل في السنة الماضية. طيب الآن إذا هناك مخاوف من وباء كوليرا كما أعلنت منظمة الصحة، وهناك حالات اشتباه بالإصابة، وهناك وفيات كما تفضلت أنت نتجت عن فحص كان إيجابيا، هذا الفحص أي أن الحالة مصابة بالكوليرا، هناك نوع من التجاهل أو يعني إن صح التعبير طمأنة من قبل وزير الصحة؟ بالنسبة لكم أنتم في مراكز الصحة في عدن، ما حجم الإمكانات المتوافرة بخصوص العلاج؟ هل هناك دعم كافي؟ الحمد لله تم فضل الله ان توفير تخصيص 4 مراكز العلاج، تم تثبيتها بجميع المحاليل الوريديه والاملاح الارواء، وايضا بالمواد الكلور والذي تستخدم عند زياره كل مريض باعطاء حبه الكلور وتخفيفها في الماء الشرب، ايضا بالمضادات الحيويه اللازمه مثل مضاد الاريثرومايسين والدوكسيسايكلين تمام والكاسترين، والذي هذا حسب بروتوكول منظمة الصحة العالمية يعطى كعلاج موحد في جميع الحالات. المستشفيات الآن ممتازة جدا، مستشفى الجمهورية تم إمداده ب 20 سرير جديد لفتح قسم خاص للإرواء، كذلك في قسم في مستشفى الصداقة حوالي 25 سرير، في المجمع الصحي المعلى أو مركز طوارئ التوليد المعلى الآن موجود حوالي 14 سرير، وكذلك الوضع في مستشفى صلاح الدين تم تخصيص قسمين كل منهما يحتوي على 15 سرير. ولم تم تزويد جميع الأقسام هذه اللي تكلمت عليها بالسرايا الوريدية وبجميع الأشياء من منظمة الصحة العالمية وأيضا من منظمة اليونيسف. نعم. طيب الآن بالإضافة إلى الكوليرا، هل هناك أوبئة أخرى سجلت حتى اليوم في عدن، خاصة وأنه كان هناك حديث متزايد عن حمى ضنك، هناك حديث عن تيفويد وغيرها من الأمراض الفتاكة والمعدية؟ لازم أيضا نعرف أن التيفويد، حالات التيفويد ممكن تكون حالات فردية موجودة في المجتمع بس ليست حالات وبائية. نفس الشيء لمرض حمى ضنك. حمى الضنك الآن ليس موسم تكاثر بعوض الناقل الذي هو الزائدة المصرية. موسم تكاثرها ينتهي يعني يبدأ في شهر 4 وينتهي مع نهاية شهر سبتمبر، ويبدأ بتزايد مرة ثانية في نهاية شهر نوفمبر. فالآن ممكن تحصل حالة أو حالتين ملاريا تمام، لكن ليست بالضرورة أن تكون حالات حمى الضنك الذي المسبب فيها اثنين اللي هو
الضعوف. مفهوم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا دكتور. ينضم إلينا الآن وكيل وزارة الصحة دكتور علي الوليدي من عدن. مساء الخير دكتور. أهلا وسهلا فيكم دكتور. التقارير تتحدث عن أكثر من 1000 حالة إصابة معظمها مشتبه بالكوليرا في عدد من مدن ومناطق البلاد، بينما في ذات الوقت يخرج وزير الصحة للحديث أن الوضع مطمئن بشأن ما يشاع عن الكوليرا. كيف يمكن تفسير هكذا تصريح من المسؤول الأول في وزارة الصحة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أشكر قناة بلقيس لاهتمامها بهذه المواضيع. هذه ليست المرة الأولى، فقد تحدثوا معنا في الأسبوع الماضي وقبلها في مواضيع مهمة تخص القطاع الصحي. طبعا في حالات إسهالات مائية موجودة في عدد من المحافظات، في مثلا على مستوى العاصمة عدن في انكسار كبير لها. مثلا امبارح آخر إحصائية كانت في مكتشفات حالتين إسهالات مائية. إذا كانت في حالة كوليرا هي كانت حالة فردية تم السيطرة عليها، وتم وحاليا هو في انحسار العدد الحالات الإصابة بالإسهالات المائية. طبعا جهزت المراكز ورجعت المستلزمات الطبية، الخدمات كانت موجودة، التوافر موجودين. دكتور هناك إشكالية في الصوت، سنحاول العمل على تجاوزها. أعود إلى دكتور محمد مصطفى مدير عام الرعاية الصحية في عدن. دكتور محمد، أنتم على الأرض، هل حددتم الأولويات التي يجب البدء فيها والتي تضعها الأجهزة الطبية في هذه اللحظة، وكذلك التي يحتاجها الوضع حتى يعني يتفاق يعني حتى يخف الأمر ويقل سوءا؟ نعم، تم الاجتماع مع الأخ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بحضور الوزراء المعنيين قبل يومين من الآن، وبحضور كل من محافظي محافظات عدن والضالع وأبيل ومدراء الصحة في مكاتب الصحة في تلك المحافظات. وتم يعني استعراض ما هي الخطط الموضوعة لمجابهة المرض، ما هي استعداداتهم، ما هي أوجه المساعدات المطلوبة أو التي طلبت من المنظمات العالمية. وأيضا يعني امتدادا لهذا الاجتماع اليوم ما كان أيضا اجتماع بحضور 4 من الوزراء، وزير الصحة العامة والسكان، وزير الإدارة المحلية رئيس هيئة الإغاثة الدكتور الأستاذ عبد الرقيب فتح. نعم. أيضا بوجود وزير المياه الدكتور اللهم صل عليك رسول الله شريم. تمام. والدكتور حسين باسلامة وزير التعليم. نعم. العالي، بحضور أيضا ممثل مركز الملك سلمان وجميع المنظمات الدولية اللي هي منظمة الصحة العالمية وكثير كل المنظمات التي تعمل على تخفيف أوجه الدعم، هي الأوتشا الذي تابع للأمم المتحدة. مفهوم. أيوة. فتم تداول ما هي الأشياء التي رصدت، أين موقع الفراغ أو القلل المطلوب تخطيطه. نعم دكتور. طيب دكتور. نعم دكتور. تم الخطة العاجلة لتوفير جميع الأشياء سواء كان في القطاع الصحي أو في القطاع الصحي المائي والمياه، القطاع البيئي والمياه أفضل. طيب دكتور، المنظمات المتعلقة أو ذات الصلة مثل منظمة الصحة العالمية وكذلك منظمة اليونيسف كما ذكرت وبقية المنظمات ذات الصلة بهذا الموضوع، التقارير التي تقوم بإعدادها والتحذيرات التي تقوم بإطلاقها، هل تقوم بإطلاقها بمفردها أو بمنأى عن وزارة الصحة بحسب علمك، أم أنها تأتي بالتنسيق معهم؟ طبعا تم التنسيق مع هذه المنظمات الدولية أنه لا يتم رفع أي شيء احتياج إلا بالتنسيق مع مكاتب الصحة ووزارة الصحة. أنا أتكلم عن عدن. لابد من دروس أولا ما هي الأولويات لهذا المكتب لمواجهة هذا الوباء، خطط الطوارئ الموضوع، ثم رفعها بتقديم يعني مشروع إلى هذه المنظمة
المنظمة تم تداولها وتم مناقشتها ثم الرجوع والجلوس والاتفاق على آلية موحدة يعني يقوم التنفيذ تحت إطار مكتب الصحة العامة والسكان. طيب إلى الآن دكتور ما هي الـ 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 ما الذي قدمته المنظمات العاملة في هذا المجال إلى يعني لليمن سواء في عدن أو في غيرها من المدن من علاج أو من دعم لوجستي وما شابه في هذا الجانب فيما يخص الحالات التي ظهرت والحالات المتوقعة؟ في جانب القطاع الصحي أولا تم رفض جميع المراكز التي ذكرت لك اياها سابقا اللي هي الجمهوريه، مستشفى الجمهوريه، مستشفى الصداقه، مستشفى صلاح الدين ومركز الطوارئ التوليديه في المعله بجميع مستلزمات مشابهه الحالات، هذا من منظمه الصحه العالميه واليونيسف، بالاضافه الى دعم المختبر المركزي 7000 لتر من منظمه الصحه العالميه لتشغيله 24 ساعه للمختبر الاقليمي لاستلام العينات. نعم. بالإضافة إلى منظمة الهلال الأحمر الإماراتي مشكورا وفر كاشفات المخبرية لميكروب الكوليرا لعمل الفحوصات الزراعية. أيضا قامت منظمة أطباء بلا حدود بتدريب الطاقم في مستشفى الصداقة وعمل برنامج مكافحة العدوى في كلا مستشفي الجمهورية والصداقة. نعم دكتور. وايضا بتوزيع بعض المضادات الحيويه والمحاليل الوريديه. قامت ايضا منظمه اليونيسف بتدريب 35 كادر صحي من اطباء وممرضين في الاربع المراكز. نعم دكتور. قامت ايضا منظمه الانقاذ الدوليه بعمل توعيه للمجتمع والنزول الى اكثر المناطق المصابه هي ومنظمه كير. نعم لعمل توعية مجتمعية وزيارة البيوت المصابة وتوزيع لها مادة الكلور وعمل إلقاح داخل البيت تعليمهم. والله ربما دكتور الاحتياجات يعني احتياجات الدعم في هذا المجال تكبر يوما بعد آخر خصوصا مع وجود هذه الظروف الصعبة. أشكرك مدير عام الرعاية الصحية في عدن دكتور محمد مصطفى، ويعود لنا مشاهدينا الكرام الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة من عدن، أهلا بك من جديد دكتور. هذه التحذيرات التي تطلقها منظمة الصحة العالمية في اليمن كيف يتم التعامل معها من قبل وزارة الصحة؟ اهلا وسهلا فيكم مره اخرى. طبعا منظمه الصحه العالميه وجميع المنظمات الدوليه هم تحت اشرافنا ونحن بنعمل عمل مشترك مع بعض. نحن في غرفه طوارئ مشتركه شكلناها برئاستنا وعضويه منظمه الصحه العالميه واليونيسف. بتعرفوا الجميع بيعرف اننا نحن بعد سلطة الميليشيات على مؤسسات الدوله بدا القطاع الصحي والنظام الصحي في انهيار وما زال الانهيار مستمر. حقيقه المنظمات الدوليه مؤسسه منظمه الصحه العالميه يبذلوا جهود كبيره يعني تحت اشرافنا انه مساعده النظام الصحي والقطاع الصحي في جميع المحافظات. عندنا اشكاليه كبيره الان في محافظه الحديده مع وجود الاسهالات المائيه الحاده، مثلا موضوع المياه. نحن على تواصل مع منظمة الصحة العالمية وكثير من المنظمات، اننا نعمل كلوركيشن للمياه للحد من انتشار هذه الاسهالات التي انتشرت مؤخرا في المحافظة. منظمة الصحة العالمية ارسلت مستلزمات طبية لمستشفى الثورة ومستشفى العلفي. نعم. ويقوموا بدور كبير جدا كوادرنا في المحافظة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. طيب دكتور، هناك من يلمس ومن يقول ان وزارة الصحة لم تعد تقدم أو لا تستطيع أن تقدم ما يكفي لمواجهة ما يحيق بالناس من أمراض فتاكة من حالات معدية، دورها كما يقولون أصبح ضئيل مقابل هذه المعاناة التي يعيشها الناس. ما هي الجهود التي تقدم؟ نحن مسؤولون عن 22 محافظة، مسؤولون عن جميع أبناء الشعب اليمني، نقدم خدمات في جميع المحافظات. كل الخدمات التي تقدم هي بإشراف منظمة الصحة العالمية بإشراف وزارة الصحة. طبعا كثير من المنظمات تساعد لكن الدور الكبير تقوم بوزارة الصحة
حقنا موجودين، الستاف تبعنا موجودين، فرق الترصد موجوده في كل مكان، فرق السياره السريعه موجوده، الاطباء، الممرضين، المختبرات المركزيه، جميعها شغاله وتحت اشرافنا. منظمات هناك مساعده من كثير من المنظمات الدوليه، منظمه الصحه العالميه، اليونيسف، الصليب الاحمر، شكر كبير جدا للهلال الاحمر الاماراتي حيث اننا استجابنا عندما احتجنا في عدن الريجنت والانتسيرة للمختبر المركزي اللي عدن، اللي هو مختبر اقليمي لعدن المحافظات المجاورة العاصمة عدن، فاستجاب لنا وكان بحالة طارئة من دولة الامارات، ايضا مركز الملك سلمان نحن على تواصل، يبذل جهود كبيرة، الجميع يبذل جهود كبيرة تحت اشراف وزارة الصحة، وهذه جميعها كلها تأتي بجهود وزارة الصحة مثلا معالي وزير الصحة الدكتور ناصر باحوم وطاقم الوزارة. طيب في الحديدة دكتور هناك يعني حالات سوء تغذية تظهر في وسائل الإعلام، هناك حديث عن مجاعة يعني تتهدد المواطنين هناك، يعني ما هو الوضع هناك كم يعني كما تراه وزارة الصحة، ما الذي تقوم به وزارة الصحة هناك، هل من إمكانية وصول لها؟ مثل ما في السابق وزارة الصحة موجودة في الحديدة بكوادرها بموسرة بمدير مكتب الصحة الدكتور الجار الله ونائب مدير مكتب الصحة الدكتور أشواق محرم، جميعهم شغالين ونحن يعني تيم واحد ممثل مع بعض، القيادة الوزارة ومكتب الصحة في الحديدة والطاقم الصحي في الحديدة والمنظمات الصحية في الحديدة كلها يعني تتعامل مع وزارة الصحة ويقوموا بعمل مشترك، في جهود كبيرة تبذل في محافظة الحديدة، في عمل رائع، في عمل كبير جدا في المحافظة. طبعا الوضع الصحي في محافظة الحديدة بسبب وضع البلد، بسبب الميليشيات انها سيطرت على الدولة، في 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 فراغ كبير، في جاب كبير في محافظة الحديدة، لكن حاضرين في تهامة هي جرحنا الكبير، وكلنا مهتمين ممثلة برئاسة الدولة والحكومة ووزارة الصحة، الجميع هو همهم الكبير وهمهم الأوحد هي تهامة. طيب دكتور هل هناك تهويل في وسائل الإعلام أم أن ما يجري هو أو أن ما يظهر هو فعلا جزء فقط من جبل الثلج الذي يعني الذي يتهدد بكارثة في المستقبل؟ أنا لا أقول إنه تهويل ولا أقول إنه 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 يعني جبل ثلج ولا إنه كارثة، في حالات لكن في 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 شغل هناك، شغل كبير جدا، وستظهر في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله بإذن الله الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في محافظة الحديدة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف وجميع المنظمات. طيب ماذا عن شبوة دكتور؟ هناك من يتحدث عن امتعاض من دور الوزارة في تقديم الرعاية الصحية وكذلك دعم المستشفيات في المحافظة التي تكتظ بالمرضى. أنا زرت محافظة شبوة في الفترة القليلة الماضية، حقيقة جهود جبارة تبذل من قبل السلطة المحلية، من قبل مكتب الصحة، من قبل منظمات المجتمع المدني، من قبل المؤسسات الخيرية. طبعا انتشر مؤخرا دنجي فيفر في عدد من مديريات محافظة شبوة منها الروضة، هناك جهود تبذل من قبلنا بالتعاون مع الشركاء لنا، نحن إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة طبعا قدمنا خطة أن نتعاون نحن مع منظمة الصحة العالمية لإنجاز هذا المشروع الكبير في محافظة شبوة. طبعا الإخوان تواصلوا معي من مكتب الصحة في المحافظة ومحور حضرموت شبوة المهرة لمكافحة الملاريا. جهود كبيرة تبذل. طبعا الكل بيعرف أننا في وزارة الصحة وضعنا صعب جدا ومع هذا لكننا يعني حاضرين في كل مكان، في كل محافظة، في كل مديرية، في كل منطقة، ونعمل إن شاء الله أننا يعني الأزمة التي في شبوة بالنسبة للدنجي فيفر أننا في الأيام القادمة نعمل حل فيها بإذن الله. وكيل وزارة الصحة دكتور علي الوليدي كنت معنا عبر الهاتف من عدن، شكرا جزيلا لك، كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.